بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أطبخ وينجز. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أحلى عصير منعش للصيف، إن شاء الله الليمون بالنعناع. هنعمله بإذن الله بطريقة الكافيهات، طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك إن شاء الله على مكون بيضيف الكافيه عشان يديك اللون الجميل دوت ويقعد معاكي أطول فترة ممكنة من غير ما يمرر. إن شاء الله هيعجبك جدا، أفضل من البيبسي وأفضل من العصاير الجاهزة، حلو جدا للاطفال وللكبار. ويلا بينا مع بعض نشوف عملته ازاي. ده نعناع مغسول ومصفي، والليمون مغسول برضو، والحمد لله رخص جدا، فتقدر ان شاء الله تعمليه بطريقه بسيطه. سكر عادي او سكر دايت، ده ستيفيا او سويتال او عسل نحل، يعني التحليه دي بتاعتك انت، يا تستخدمي سكر عادي يا سكر دايت يا عسل. الليمون الافضل ان انا اقشره لان نسبة المرارة بتبقى فيه عالية جدا، واحنا عايزين نعمل حاجة تشيل الحموضة بتاعت الاكل بالذات في الصيف، فاحنا طبعا هنتخلص من القشر. انا مش برميه، انا بشيله في الفريزر، بستخدمه في الكيكات او المعجنات لانه بيشيل نسبة الزفارة من البيض، وطبعا بيغلى اي وقت فمش مضمون، فبشيل القشر بحتفظ بيه. بينفع يتقشريه يا اما تبشريه، انا الطريقتين عملتهم وانت الطريقة اللي تعجبك استخدميها. بس كده اهم حاجه تشيلي الطبقه البيضة اللي بعد القشر عشان بيبقى فيها نسبه المراره عاليه. هنجيب بقى الخلاط ونشيل ونقطع الليمون ونشيل البذر منه لان بيبقى مر. النسبه المظبوطه لكل ليمونه عود نعناع بس. انا ضفت 3 ليمونات، هضيف 3 اعواد نعناع على كل ليمونه عود نعناع، وسكر ونص لتر ميه. انت التحليه بتاعتك دي في السكر اللي انت عايزاه حسب التحليه اللي انت بتفضليها، والميه تكون متلجه جدا. ان شاء الله كل النسب هكتبها لك في صندوق الوصف. ما تزوديش كتير نعناع عشان ما يبقاش لون العصير زي الجرجير، فالافضل ان احنا نحط عود لكل ليمونه. ده لبن، ايوه ما تستغربيش، لبن للتر، نص لتر الميه بضيف له ربع كوبايه لبن. في الكافيه بيضيف لبن علشان يديك لون جميل وبيمنع ان العصير يمرر، حلو جدا، وما يخليش العصير يبقى لونه قاطع تحس ان الليمون تحت والنعناع فوق، لا اللبن بيخليه مش قاطع، شكله مش مفصول خالص، بيحافظ على ان العصير ما يبقاش مفصول، يبقى على بعض مزيج واحد كله مع بعض مكون واحد، لونه تحفه جدا وطعمه في منتهى الجمال. بتحطي بقى مكعبات التلج اللي انت عايزاها، وتزيني بقى انت الكاسات بتاعتك الشبات بتاعتك زي ما انت عايزه، طعمه في منتهى الجمال ومنعش، مش قادره اقول لك ازاي. ان شاء الله هتجربيه وهيعجبك جدا. زيني بقى لاولادك انت بالطريقه الجميله دي كانك في الكافيه بالظبط، افضل من البيبسي وافضل من السيفن بكتير بكتير، يعني هتلاقي احلى من السبرايت واحسن من السيفن واحسن من البيبسي. ان شاء الله هتعمليه بالطريقه دي وهيعجبك جدا وهيعجب الاولاد جدا، مهضم وجميل جدا بعد الاكلات اللحوم بالذات ان شاء الله عشان عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين، فهو مناسب قوي بعد الغدا كده بربع ساعه تشربي لك شوب من ده، ان شاء الله مهضم وحلو جدا. وباذن الله الفيديوهات اللي جايه هيبقى ان شاء الله اكلات العيد، ان شاء الله كده هنبتدي حاجه حاجه، وباذن الله المشروب هيعجبك جدا. وان عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.